احنا مع الرئيس، الرئيس رشيد يقلب الحنيش. في الكياس لتحت وكتكون ديك الرمله ديالو هو كحله. باش نزيدك واحد النقطه، اي بلاصه مشيتي ليها الحنيش ضرب لك حنيش مع راسك. الله تبارك الله. اجي بس بلاصه حبيبي، راه قلنا لك بلاصتو. مشى تدير فيديو. الرئيس رشيد من نواحي صغيرية. هو الحنيشة. ودابا خي رشيد، دابا انت دابا كيفاش كتعرف انت من البلاصة بأن فيها الحنيش؟ دابا دابا كتقول لي هاد الحجر هنا من تحت. أييه. وكتلقى كتلقى شي بلاصة فيها الرملة بحال الكحلة. يعني راه ساكن هو تم. هو كيسكن في الرملة قديمة. كيعشش فيها وكيجلس يدير وليداتو تما. وعلاش كيدخل تحت الحجر؟ أيوا كيتخبى على الحوت. كيتخبى على الحوت. راه بقى باين غيضربوا الحوت. ها هو ها المعلم. ها هو هادوك راه ما يطيحوش عليه المعلم. حتى هادوك خياتنا راه ما يجبدوش بحالي أنا. تبارك الله تبارك الله. أنت اللهم بارك اللهم بارك. عاصي طلع جيب القصبة، راه بغينا نتفرجوا. اللهم بارك. ياك نهضر معاك نهضر معاك. باش دابا تبدي يطلع للحر. هذا دابا كي دابا راه رجع صافي فينا. تعال اجمع لينا هادشي باش ما يضيعش. ورا صافي غنمشي نجيب شي لعيبه فاش نديرو، عاد ما كناش عوالين. انا غير جيت معنا كنت جالس عند الصخر هنا ونتلاقى مع الرئيس رشيد هنا، وقلت له اجي ورينا العمليه ديال البحث عن دود الرمل. تبارك الله شوف اختصاص جريمة. رشيد راك تبارك الله عليك. هادي دابا غنلقاو قدام تحت منها هادي. ايوا اللي ما تقلعش لينا هادي. تقلعش قاصحة لاصقة هادي. هادي مزيانة ها. هادي دابا ها الطريقة ديالو. شتيها؟ ها. أجا راه ما لابسش لي الحوايج ديالو. راه كوني لابس حوايج اللي غيتكرفسو ما عندي سوق. راه غادي نموت معاه هنايا. غنجبد لك قلت لك داك النهار غنجبد لك الهرار. واش ديال الحنيش ما كاينش هنا؟ اشوف راه مشيت مستحيل مستحيل شي بحر ما يكونش فيه الحنيش. واه دابا الحنيش هو اللي كيتكات عليه الحوت. شوف داك هنايا كاين هنا. هيا نمشي لك راه حدا هاد الحجره هادي. هاو شوف قداش شوف الحنيش قداش شوف. شو القمرونة هو ما بغاش داكشي راه كياكل حنيش. القمرونة ما بغاش تحيدو ما بغاش تحيدو. شوف تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف راه قلت لك تحط ليه في البلاصة ديالو. تحتي لي عقل على دبر داك الحجر الضو منين تسالي يا ودي. راه نمشي لك البلاصة ما عمرني مشيت ليها غنجبد لك الحنيش. انا راه خاصني نكون يعني بنادم. تما دابا هاد الحنيش هذا الحوت مابقاش كيبغي يسير ديما بالنار ولا بيوضة ولا سورتو هاد الوقيتة دابا البحر طايح. هاوجي راه كنخلي كداه كتكون الحجرة ها هاو غيتمشى ان شاء الله. هاو هاد القمرون راه سارح على الحنيش. كياكلو لا لقيتي فيها القمرون كثير بحال هكا هاو تابعني شتيه. راه كيبان لي الحنيش كنضربو بيديا ها ملي كنضربو بيديا كيجي هو ها كنعاونو كنجبد ليه الحنيش. القمرون نيت ولكن صغيرة هذاك ياس ماشي ديال الزيادة. دغيا كيسلس دغيا كيمشي يا صاحبي. ها هو ها
لا هذا دابا راه سيدي كيفيه المحافظه على هذا الحنيش كدير ليه كدير ليه كدير ليه داك الطراف داك الكحل غادي نمشي نوريك الطريقه تحاول تقتلو لا يا سي الجروسيه بالجد غير تقطع هي كتبان اه غير حتى هي كاينه حتى هي دايره كيضرب الشرغوه هذا اش كيقول لها فريفراك ها واش فريفرا واش كيقول لها على هذا الشر على هذا ديال الرمله ولا ديال حتى ديال الحجر بحال بحال هي كتعيش في كل شيء انت شتي وكتفرمص معاك ها كتهبط وتحدي معاها كاين شي جاجه ترد البال بصح ومازال انا ما كنخشيش يدي على حساب هنا بنادم كيلوح دوك القرايه تاع الشراء الله يهديهم الله يهديهم العرض الانسان العرض يجي للبحر وينقيه ويعاون حتى هو يدير جهدو حتى هو يزيدو هاد الناس هادو كيلوثو الطبيعه الله يهديهم مازال ما لحقتوش هذا انا هذا هابط بزاف لتحت ها هو واحد جاي ها هو واحد جاي كاين تحت هو شتي شوف هذا تا هو راه كيتكل هذا هذا كيضربوا الحوت هو بحال حنيش هذا بحال حنيش ها هو كتلقم هذا لقيتو ليه شتي الجهه الاخرى شوف شفت المرصب هذا نوع اخر ديال الحنش شوف ضرب لك نهارك العرس اللي في النار هو راه مر ودابا فهاد الدخول هذا الحاجة دابا دابا سير جيب سميتو وشي دابا جيب المصيبات غادي نحلق شوف شتي الكياس هذا رقيق كدير بحالك شتي كتجمع كلشي من تحت شتي اللي ما فيهش الصبر راه ما يلقاش لان هادشي راه خصك تحفر عليه مزيان وتعرف بلاصتو كاين العلامات ديال اللي كتبين فين كيكون هو في هاد البلاصه هادي كيكون الرمله بحال شويه كحله هادي ما قديماش بزاف هادي الله مخرجها للبحر هادي ها هو يلا ابو تاع الحنيش سير ما مشى خدمه ورجعت لهذيك البلاصه رجعت لهذيك البلاصه برشيد اييه بلاصه فين صيد هذيك الخضره مشيت البارح العشيه وانت كتقول لي داك الحوت ما كيدخلش ما كاينش ما لقيناش وما كاين والو وحبه ما طلعناها تماك شي مشيت لقيت شي سبعه ديال الصياده كاينين تما قالوا تقول هذا غامض فيها الحنيش ضروري خصك تصفيه من الرمله او وحده راه هزيتها ورجعتيها كيبغيو جوج هذا واحد يهز يصفي واحد يجمع الحنيش جبد انت يا جبد راه هز التليفون هنا Yes.
لا تحتي تحتي لي يا اخويا فا اتاري يا سيدي اتاري يا سيدي الرئيس اللي ما كيقلل ما كي راه الرئيس وقع ما في خبارك اللي ما كيقلبش على الطعم وما كيعرفش انواع ديال الطعم باش يخدم في المصيد لا عاد الرئيس عاد هذا هو موجود لهاد الجهة سبحان الله العظيم اصاحبي زعما صيدنا هنا شحال مخطرة ولكن هاد الايامات كانت النزلة شوية خايبة وانا خاصنا فين نجمعو وليدي خصني نجيب شي لعيبة شوف شي طاسه صغيره غير هنا شوف الا بات لي شي قرايه عاد الماء